الأوبرالي يعتمد على القصيدة والشعر والموسيقى والأداء وهو عمل يعني يستند على الأوركسترا السيمفونية، وكان كتير مهم أن تشاركنا الأوركسترا السيمفونية التونسية مع الكورال التونسي بقيادة المايسترو حافظ المقني. وهذا العمل هو عمل يعني بيحكي عن قصة أحمد العربي، ذلك المناضل الذي بحث وما زال يبحث عن رؤية، عن حلمه في وطن عربي متكامل. يتعثر هذا الحلم كل مرة يتعثر، ولكن يتابع هو طريقه بالبحث عن وطن جديد، عن وطن يعيش فيه أبناؤنا بأمان وبسلام وبديمقراطية وبحرية يعني هذا العمل هو عمل ممكن ينطلق من تونس، ولكن هو عمل عربي بشكل عام. يعني يجي في ختام الجولة متاع مرسل خليفة اللي هو مشروع غنائية أحمد العربي مع معناتها بالتعاون مع الأوركسترا السيمفوني التونسي. وهي حاجة هذه من حتى في البرمجة من العروض اللي راهن عليها من الأول، خاطر فيها انجاجمون متاع الشعوب العربية الكل. الشكل المادية تو في بالي ما عادش حكر على مهرجان صفاقس، سمعنا حتى المهرجانات الاخرين فيهم المشاكل. ومهرجان صفاقس ممكن فما ارث قديم، احنا قاعدين نحاولوا ان نصلحوا حاجات وسنا على الاقل، وحاولنا كنا عنا من الشجاعة باش كملنا ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله نهار 10 اوت حفل الاختتام تاع صابر باي، على الاقل نقولوا كملنا الدورة. اما فما برشا حاجات لازم تصلح في مهرجان صفاقس الدولي، هذا ثابت معناتها فما حاجات غلطنا احنا وفما حاجات غلطوهم اللي قبلنا. معناتها احنا سنا الحوايج اللي عملناها، اللي احنا حاولنا نظهروا الرياليتي نتاع الجيشي، الحقيقة نتاع الشباك تذكر، فهمت؟ ما ممكن في وقت من الأوقات وصلنا أن كما نقولوا في معناتها نتناقشوا مع لي بارتنير اللي معنا، انه الناس يلزمها تعرف راهو مهرجان صفاقس الدولي يلزم تعرف حقيقة الناس في صفاقس، راهي ما هيش مستانسة أن تقص تذكرة المهرجان. نتأمل منه كل شيء، معناها مطرب معروف عالمي ديمي يجدد ديمي يجيب لنا معناها حوايج جديدة. المرة هذه جاب لنا سيمفونية. مبدع معناتها ديما كيف يجي نبداو متشوقين لجيته، وان شاء الله نلقاو عنده جديد.